السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اولاد؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. النهارده ان شاء الله هناخد درس جديد بعنوان جلاس هاف فول اور تو اوفر فور امبتي. عارفين يعني ايه فول؟ جلاس يعني يعني كوباية. فول يعني ايه؟ مليء. مليء او مليان. امبتي يعني ايه؟ عصير. يعني فاضي. امبتي يعني ايه؟ يعني فاضي، خالي يعني مفهوش. مش فاضي. يعني هل نص الكوبايه ده المليان ولا تو اوفر فور فاضي؟ يعني ايه تقصد ايه يا مستر؟ هقول لك اقصد ايه. موضوع الدرس النهارده بيتكلم برضو عن حاجه اسمها سيم فراكشن. سيم ايه؟ فراكشن. بس ديفرنت واي، يعني هما الاثنين زي بعض بس بايه؟ مكتوب بطريقتين مختلفتين. يعني الفراكشن ده زي الفراكشن ده بس بطريقتين مختلفين. يعني ان 1 اوفر 2 دي هي نفسها 2 اوفر 4 بس كاتبينها مره 1 اوفر 2 ومره ثانيه كاتبينها بشكل ثاني اللي هي ديفرنت واي بطريقه اخرى. ما انت ما انا بشرح لسه، هتفهم ازاي وانا لسه ما كملتش الشرح. ممكن تصبر لما اشرح؟ تبقى هنا 1 اوفر 2 وهنا 2 اوفر 4 صح؟ بنقول دول حاجه اسمها ايكويفالنت فراكشن. ايكويفالنت فراكشن صح؟ طب بيقول لك عندنا مثلا باسم اند مينا، ولد اسمه باسم وولد تاني اسمه مينا. كل واحد فيهم درينك، كل واحد شرب. شرب ايه بقى؟ عصير. شرب 1 لتر اوف ايه؟ جوس. كل واحد عنده 1 لتر ايه؟ مش شرب، كل واحد عنده 1 لتر اوف جوس. باسم درينك هاف اون هيز لتر، يعني خد اللتر بتاعه، خد نصه وشربه. تمام؟ اوكي. التاني شرب 2 اوفر 4. طب مش ملاحظين ان ال1 دي هاف للدينومينيتور، نص اللي تحت، وهنا ال2 نص اللي تحت الفور. يبقى هي زيها ولا مش زيها؟ زيها. صح؟ زيها. ما طالما هنا ال1 هاف لل2 وال2 هاف لل4 مش هتبقى زيها؟ طيب هو رسمها لك هنا زي موديل كده يبين لك الكلام ده. بيقول لك باسم جاب كيلو العصير ده او اللتر بتاع العصير وقسمه كده نصين، شرب النص اللي هو متلون ده شربه وساب النص. التاني لا، التاني قسم اللتر ايه؟ لاربع اجزاء. قسمه لايه؟ لاربع اجزاء وخد جزئين. مش ملاحظين ان الحته دي كده قد الحته دي؟ يعني الحته دي كده اللي هي البلو، مش قد الحته دي اللي هي البلو بس متقسمه لحتتين. يبقى قدها مش قدها؟ يبقى اذا ان ال1 اند اوفر 2 و ال2 اوفر 4 shows the same amount، بيبين لي نفس الكميه بالظبط، نفس المقدار، مش كده؟ ولا في حاجه اكتر من حاجه؟ لا لا. يبقى الوان بنسميهم ايه بقى؟ ان ال1 اوفر 2 وال2 اوفر 4 equivalent fraction. اسمها ايه؟ equivalent. يعني بيساووا بعض، الاثنين بيساووا بعض، فتبقى دي الاجابه بتاعتنا، ان الاثنين equivalent. equivalent جاي من كلمه equal، يعني ايه؟ يساوي، الاثنين بيساووا بعض، قد بعض بالظبط. خلاص اتفقنا؟ نيجي بعد كده نركز في الحصه. اكزامبل برضو للايكوفالنت فراكشن. هنا ده مقسمها ليه؟ لحتتين فبقت 1 اوفر 2. هنا مقسمها لكام؟ مقسمها ل 10. ل 10. 10 اسمها ايه؟ اسمها 10. 10 ايكوفالنت بارت تيكوال 10 ايه؟ ايكوفالنت بارت، يعني 10 اجزاء ايه؟ متساويه. 5 اوفر 10. مش مديني 5 اوفر 10؟ طب يا مستر هو دي ازاي دي؟ ايوه طبعا مبينه. خدت نفس المقدار ولا لا؟ خدت نصها ولا لا؟ ان ال5 مش هي نص ال10؟ وهنا ال1 هو نص ال2؟ مش فاهم يعني. الدينومينيتور هنا اكبر من الدينومينيتور. مالهاش دعوه بقى، انا هفهمك، اصبر بس. ده كده مش نص دي؟ بالشكل بكلمك على الشكل قدامك، دي مش نصها؟ ودي كده نصها؟ يبقى قد بعض ولا لا؟ قد بعض. ماشي. هنا قسمها 10 اجزاء خد منهم 5، ده قسم من جزئين خد منهم 1، هي زيها بالظبط. تمام؟ هي نفس البيتزا دي مثلا، ودي بيتزا، ده ولد جعان ومفجوع كان نص بيتزا كامل، اما ده قسمها لخمس اجزاء وكل ما ياكل جزء يلاقي نفسه جعان ياكل التاني، يلاقي التاني يخلص يخلص التالت الرابع الخامس، كان نص برضه البيتزا، فدخل خمس اجزاء من 10 5 فروم 10 وده خد 1 فروم ايه؟ 2. نفس الكلام هي برضو 3 اوفر 4 و 6 اوفر 8.
نفس الكلام 4 اوفر 5 و 8 اوفر 10. طب يا مستر وضح لنا اكتر. هقول لك هي ان ال 1 دي اللي خلاها تبقى 2 فوق، عملنا تايمز لل 2 صح؟ يبقى احنا كده لو جينا هنا عملنا تايمز لل 2 كده فوق وعملنا تايمز لل 2 تحت، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى 1 تايمز لل 2 هتديني 2، وال 2 اللي تحت تايمز لل 2 هتديني 4. اهم حاجه اللي نعمله فوق نعمله تحت، واللي نعمله تحت نعمله فوق، علشان ما يغيرش من المعنى بتاع الايه؟ الفراكشن. مستر طب هو ممكن يكون في مساله تاني ونعملها تقدري تدي ك 20 رقم بقى، هقول لك ازاي الكلام ده. تعال ونعملها غير انا هقول لك نعمل ايه. تعال هنا كده هديك مثال واثنين و1000 يا مصطفى يبين الكلام ده. تعالوا كده مع بعض. هنا دي طبعا هنختار دي كده، هنعمل 4 ونيجي هنا كده نعمل دي كده. نركز مع بعض شويه. لو قلنا 1 نركز، مركزين ولا مش مركزين؟ مركزين. حلو، هناخد كده هنقول ان ال 1 اوفر 2. ماشي، احنا نقدر نعمل فوق تايمز مثلا 2 وتحت كمان نعمل تايمز للايه؟ ل 1 لل 2. ليه تعمل تايمز لل 1؟ ما انا بقول اللي تعمله فوق تعمله تحت، صح ولا غلط؟ صح يا مستر. يبقى تسمع الكلام 2 تايمز 2 طيب ايكوال، قولي لي بقى اول واحده 1 تايمز 2 بكام؟ 2 تدينا 2. 2 تايمز 2 بكام؟ 4 ب 4. يبقى هي نفسها ولا مش نفسها؟ نفسها. طيب تعالوا نعملها في حاجه ثانيه. احنا هنشتغل برضو على الايه؟ الجزء الاولاني ده. ازاي يا مستر الجزء الاولاني اللي انت بتتكلم عنه؟ هقول لك ان هو الجزء ده اللي هنشتغل عليه، اكننا هنشيل ال 2 وال 2، فهتبقى هنعمل ايه بقى؟ نيجي هنا مثلا هنقول 1 برضو اوفر 2، هنعمل تايمز مثلا ليه؟ اختاروا لي اي رقم 5. ماشي، وتحت نعمل تايمز برضو ليه؟ ال 5. هتبقى كام؟ هنعمل الفراكشن ونقول 1 تايمز 5 بكام؟ 5 و 2 تايمز 5 10. واضحه يا اولاد؟ بس ده حل المساله. ونقدر طيب حاجه ثانيه، ممكن مش لازم نعمل تايمز، ممكن نعمل ديفايد. طب هنقول مثلا عندنا وعلى سبيل المثال 6 اوفر 8، 6 اوفر 8 ممكن نعمل تايمز وممكن نعمل ايه؟ ديفايد. ازاي الكلام ده؟ تعالوا نشوف مع بعض. هنعمل ديفايد هنا لل 2 وتحت نعمل كمان ديفايد ليه؟ ما ينفعش نعمل الواحده والثانيه لا، ونقول ايكوال. نشوف مع بعض 6 ديفايد لل 2 بكام؟ 3. يبقى فوق كام؟ 3. و 8 ديفايد لل 2 بكام؟ يبقى نكتب تحت 4 كده. يبقى ده نستنتج منها ايه؟ نستنتج ان ديت كده الفراكشن ده قد ده والفراكشن ده ايكويفالنت، ايكويفالنت يعني مساويين لبعض. طيب احنا ممكن طب نعمل تايمز، لو عملنا تايمز لل 2 فدي هتبقى كام؟ 4 هيبقى 12 صح؟ وعملنا تايمز تحت لل 2 هتبقى كام؟ هتبقى 16. يبقى برضو دي كلها ايه؟ ايكويفالنت ليها صح؟ ونقدر نعمل بعد ما عملنا دي نعمل تايمز تاني او ديفايد، ممكن هنا فوق وتحت نعمل ديفايد للايه؟ لل 2. لما نعمل ديفايد طيب لل 2 فوق وتحت، تعالوا يبقى احنا ماشيين كده نقدر نعمل كذا تايم وكذا ديفايد صح؟ نقدر نطلع الافات الايكويفالنت فراكشن صح؟ دي هتبقى كام؟ ارجع عشان صاحبك يشوف، بقت دي 6 ودي كام؟ 8. ايه؟ معنى ذلك ايه؟ ان كل دي ايه؟ equivalent fraction. equivalent ايه؟ fraction. يبقى في الحاله دي نقول ان عندنا 6 اوفر 8 رجعناها هي تاني زي شفتوا بعد ما مشينا 6 اوفر 8 اللي هي دي هي نفسها equal 12 اوفر 16 هي نفسها equal دي 3 اوفر 4 ودي اسمها كلها equivalent fraction. تمام؟ مفهومه؟ نرجع بعد كده للدرس بتاعنا.
بيقول لي ايه هنا؟ هنا طبعا ال 1 اوفر 2 وال 5 اوفر 10 وال 3 اوفر 4 6 اوفر 8 ال 4 اوفر 5 اللي هي نفسها ال 8 اوفر 10 دي كلها ايه؟ اسمها equivalent fraction ودي equivalent fraction ودي equivalent ايه؟ fraction اللي هي دي. ماشي اتفقنا؟ هنا بقى مين اللي يركز معايا؟ انا. يلا ركزوا يلا قبل ما نحل هديكم هوم ورك تحلوه دلوقتي. هنا دي كام بارت؟ عد معايا 1 2 3 4 5 6 ودول 4 يبقوا كام؟ يبقوا 10 صح؟ ادي ال 10 اهي اوفر كام 6 لان كل هول نمبر من دولت هو عباره عن 6 بارت صح؟ اه طيب هي نفسها مش دي امبروبر؟ يعني اللي فوق اكبر من اللي تحت مش دي اسمها امبروبر؟ هنحولها لميكسد نمبر. طيب لما نيجي بقى نحولها زي ما هعلمكم حته ثانيه برضو ازاي تحلوها بطريقه ثانيه. هنيجي التايمز تيبل بتاع ال 6 ال 10 موجود؟ لا. طيب ناخد اللي بعديه ال 9 موجود؟ مفيش 9 مش موجود في التايمز تيبل بتاع ال 6. ال 8 موجوده؟ لا. ال 7 موجود؟ لا. طب ال 6 موجوده؟ 6 ايوه 6 6 هيدي لا 6 تايمز 1 تديني 6 موجوده ال 6 موجوده في التايمز تيبل بتاع ال 6 ريمايند 4 لا ليه بقى؟ ريمايند 4 برافو عليك يبقى دي كده بكام؟ 6 تعال نشوف بقى يبقى 10 ديفايد 6 بكام؟ ب 1 ونثبت الفرق الدينومينيتور اللي هو 6 كده صح؟ يبقى أول حاجة طلعت كام معايا؟ 1 لأن 6 ديفايد 6 ب 1 صح؟ بس هنكتب فوق هنا بقى هنكتب 4 نشوف إن الأول إحنا رجعنا كام خطوة؟ 9 8 7 6 رجعنا 4 فعشان كده هنكتب هنا كده 8 4 واضحة؟ هنا بقى يبقى دي كده إيكويفلنت دي صح؟ هو نفسها إن قال لك إن ال 4 أوفر 6 هي نفسها 2 أوفر 2 عمل لها شكل تاني ال 1 دي ثابتة خلاها ثابته زي ما هي وخلى هي محلوله عندك لحظه ال 4 اوفر 6 خلاها 2 اوفر 3 الجدع يقول لي ازاي عمل ازاي ال 4 اوفر 6 هي نفسها تبقى 2 اوفر 3 ها مستر عشان ما مقسومين قد بعض لا غير ان هم مقسومين قد بعض لا حاجه ثانيه عشان هم معمولين باي لا هنا بقى بص لان ال 2 لو عملتها باي لل 2 هتديني 4 وال 3 كمان لو عملتها باي لل 2 هتديني 6 او ممكن في ولد او بنت تاني يجاوبوني اجابه تانية يقول لي ال 4 دي يا مستر بقت 2 ان احنا عملنا ديفايد هنا للايه؟ لل 2 وال 6 دي يا مستر بقت 3 لان احنا عملنا برضو ديفايد للايه؟ لل 3 لل 2 برضو مش سوري مش لل 3 يبقى دي ال 4 ديفايد لل 2 تديني 2 وال 6 ديفايد لل 2 تدينا 3 والهول نمبر ده زي ما هو خلاص اتفقنا؟ عرفنا؟ دي كلها اسمها ايه؟ ايكويفلنت فراكشن يعني 10 اوفر 6 هي نفسها الميكسد نمبر اللي هو 1 اند 4 اوفر 6 هي نفسها ال 1 اند 2 اوفر 3 ماشي؟ نفس الكلام بالنسبه لدي تعالوا نشوف مع بعض هنا دي 4 و3 تديني 7 اوفر 4 لما نيجي نحولها هتبقى ميكسد نمبر كده احنا هنقول ال7 موجوده في التايمز تيبل 4 نو نو ال6 موجوده نو ال5 موجوده yes. لا ال5 مش موجوده ال4 هي اللي موجوده ال4 هي اللي موجوده في التايمز تيبل ايه 4 صح يبقى 7 ديفايد طبعا عارفين 4 ديفايد لل4 بكام ب1 ونحط تحت الايه نثبت الفور طب من ال7 للفور رجعنا كام خطوه 7 ل 3 3 يبقى 3 اوفر كام 4 هو ده الموديل اللي رسمه لك 1 كامل و3 اوفر 4 صح هو نفسه 1 اند 3 اوفر 4 طب هنا 3 اوفر 4 خلاها 6 اوفر 8 ازاي ها لا مش بلس عملنا تايمز لو هتجيبها من الناحيه دي هتقول تايمز 2 وهنا تحت تايمز 2 طب لو جبتها من الناحيه الثانيه يبقى عملنا ايه ديفايد يبقى لو جبناها من الناحيه الثانيه دي هتبقى ديفايد لل 2 هتدينا 3
واللي تحت ديفايد بي 2 هتدينا ايه؟ هتدينا 4، والهول زي ما هو اللي هو ال1. خلاص يا اولاد فاهمين؟ وكيف كنت هقولها؟ نخش في اللي بعد كده. يلا نحل مع بعض بقى. نحل ايه مع بعض؟ نشتري كده عشان ما حدش يغش الاجابه. هنا بيقول لك ارسمها. دي ايه؟ هنرسمها. نرسمها ازاي؟ تعالوا نشوف. اول واحده تبقى كام؟ 3 اوفر 6 3 اوفر 5 اوفر 5 اوفر 5. عمر يكمل، كل واحد يحل واحد. ودي تبقى كام يا عمر؟ هتبقى 10 10 تحط فوق ولا تحت؟ تحت. ماشي. ممكن تحط ولا وفوق نحط كام؟ 6. برافو عليك، يبقى دي كده ايكوالنت. عليك الدور يا مصطفى. دي تبقى كام؟ هنعمل 1 اوفر 3. واللي بعديها؟ ودي هتبقى ايه؟ نعد 1 2 3 4 5 6. طب نعدهم 7 8 9 10 11 12. نعمل ايه بقى؟ هنعمل بقى 4 اوفر 12. برافو عليك. مش ملاحظين حاجه؟ ان ال 1 تايمز 4 تديني 4، وال 3 تحت تايمز ال 4 هتدينا 12. جنى عليك الدور. دي اول واحده هتبقى 8 1 2. فين؟ نكتب ايه فوق وتحت دي؟ لا بصي لي هنا، سيبك من الكتاب اللي محلول فوق. نكتب 8 وتحت نكتب 8. يعني ايه اللي بتكتب فوق؟ عدد الاجزاء الاجمالي بيتكتب فوق؟ كتب فين؟ تحت. شو قلنا التوتال بارت بيتكتب تحت؟ يبقى هنا ال 8 وهنا ايه؟ 2. طيب والثانيه؟ فوق هنكتب 1 وتحت هنكتب 3. سليم هما سليم قدامك؟ لا 4. ماشي. ناخد السؤال اللي بعد كده. أول حاجة بيقول لك بقى ديت ما تتحركش كده. ديت كام جزء؟ 1 2 3 4 5 6. بيقول لك سيركل، اعمل دايرة على الإيكويفالنت فراكشن تو ذا جيفن 1 عشان تدينا ده الأولاني. فين اللي تحت نعمل عليه سيركل من الاثنين دول؟ مين اللي تحت بتمثل الايكويفالنت اللي فوق؟ مين اللي تحت؟ كله في الكتاب بتاعه. مين اللي تحت ايكويفالنت للي فوق؟ يعني ايكويفالنت يعني مساوي ليها، ما احنا لسه قايلين ايكويفالنت اللي فوق. مين اللي تحت تمشي مع اللي فوق؟ نعمل عليها سيركل. نعمل سيركل على دي ولا دي؟ ثواني عمر اللي عليه الدور، احنا شبه بالترتيب. دول دي؟ انا بكلمك على دول يا عمر. دول ايه اللي جاب دي بقى يا عمر؟ دي نعمل على سيركل على اي واحده من الاثنين دول تبقى زي اللي فوق. هنعمل دي. ليه يا عمر؟ عشان دي، لان دي 3 اوفر 7 صح؟ اه. وهنا 3 وكمان 4 يبقوا 7 زيها. اما دول كده فوق 6 بس صح؟ اه. بس هنا فوق 3 اوفر 7 وتحت 3 اوفر 6 7 صح؟ يبقى دي اللي زيها بالظبط كده، نعمل عليها سيركل كده. سيركل. مصطفى انهي اللي فوق زي اللي تحت؟ ليه؟ برافو. لان هنا 1 2 3 4 5 6 هنا 1 2 3 4 5 6 يبقى دي هي اللي زيها، تبقى 2 اوفر كام؟ 12. يبقى هنا 1 اوفر 6 ايكويفالنت مع 2 اوفر 12. جنى عليك الدور. دي انهي؟ دي ايه؟ اللي في اليمين ولا اللي في الشمال؟ اللي في الشمال. اللي في الشمال دي؟ اه. متأكدة؟ عدي طيب شوف. دول 2 colored من 5. لا اللي على اليمين. مين اللي على اليمين؟ اللي على اليمين صح، بس ليه؟ لو عديناهم هيبقوا شبه اللي تحت. هيبقى 4 over 10 صح؟ اه. يعني دول كده 4 من تحت وهنا في 4. ايوه. اما هنا لو كانوا 5 بس ملونين على 10
مش هتبقى نفسها صح؟ دي كام؟ 4 over 10. أما دي 5 عشان نفهمها أكتر over 10 صح؟ واللي فوق كام؟ 2 over كام؟ over 5. 2 over كام؟ over 5. over 5. هل ال 2 دي ممكن تبقى 5؟ بس ممكن تبقى 4 صح؟ ال 5 ممكن تبقى 10 هنا وهنا. بس هل ال 2 دي تبقى 5؟ لا. يبقى لازم اللي فوق يبقى زي اللي تحت. يلا مين هيحل يا عمر؟ بالترتيب. هنا دي 3 اوفر 4 بيقول لك يوز استخدم المودل عشان تكتب الايكويفالنت. هنا 6 اوفر كام يا عمر؟ لما دور عرفتها. كل واحد عليه الدور، اللي يحل يحل في دوره. عرفتها قوي. سهلة. عرفتها ولا عرفتها قوي؟ عرفتها قوي. دي 3 اوفر 4 تبقى كام؟ 6 اوفر كام يا عمر؟ 2؟ ايه؟ ثواني. 4؟ لا. نسأل تاني. الثري دي يا عمر بقت 6. عملنا ايه عشان تبقى 6؟ قلنا باي 2. باي 2 بقت 6، يبقى اللي عملناه فوق نعمله تحت. يبقى لازم نعمل الفور كمان باي ايه؟ باي 2. 4 باي 2 بكام يا عمر؟ 4 باي 2 8. يبقى نكتب ايه يا عمر؟ 8. طيب. في حد يحلها بطريقه ثانيه. هي ال 6 دي يا مستر بقت 3، عملنا ايه؟ عملنا ديفايد ليه؟ لل 2 عشان تبقى 3 صح؟ طب ايه الرقم اللي احنا نعمل له هنا بقى تحت؟ ديفايد لل 2، هنفترض دي مش موجوده. ايه الرقم اللي احنا نعمل له ديفايد لل 2 هيدينا 4؟ ال 8. ال 8. فعشان كده تكون الاجابه بتاعتنا ايه؟ لا ده لو ما قالتهالكش بالشكل ده، ادالك كده فراكشن وقال لك اكتب لي الايكوفالنت من غير ما تكتب القصه دي. ساعات يقول لك كلر ده بقى لون. الدور على مصطفى. 3 اوفر 5 يا مصطفى ايكوال كام اوفر 10؟ مستر هنعمل ال 5 تايمز 2 هتدينا 10. ماشي. وهنعمل ال 3 تايمز 2 هتدينا 6. برافو عليك. ممكن يا مستر نعمل ديفايد ل 2 تديني 5. وافكر هو كام يدينا 3 في الديفايد هتبقى 6. برافو عليك، برافو عليك يا مصطفى شاطر. جانا اللي عليها الدور ناخد نمبر سي. 1 اوفر 3 دي كام اوفر 12؟ انت تقدري تعديهم وتعرف، بس احنا عايزينهم بقى بالذكاء ازاي نجيبهم ازاي نكسبهم. باي 2 عملنا ايه؟ ديفايد باي 2. فين؟ فين باي 2؟ يعني نعمل ايه باي 2؟ باي 3. باي ايه؟ لا احنا نشوف الاول الاثنين اللي جنب بعض. انا مش عارف. ثواني دي 3 ودي 12، ايه اللي يخلي 3 12؟ عملنا باي كام عشان تبقى 12؟ يعني ال 3 دي ازاي اتحولت بقت 12؟ او ال 12 دي اتحولت ازاي بقت 3؟ نعمل ديفايد باي. بتعمل ايه؟ ديفايد باي. ديفايد كام؟ باي. ثواني 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 ثواني. عايزه تحليها بالديفايد؟ ماشي. يبقى عملنا كام؟ 12 ديفايد كام عشان تدينا 3؟ كام تايم 3 يديني 12؟ 4. برافو عليك. يبقى هنا كمان ايه الرقم اللي انت تعمل له هنا ديفايد لل 4 زي اللي تحت ويديك 1؟ كام ديفايد 4 يديني 1؟ 4. برافو عليك. يبقى هنا الاجابه هتكون 4. ولو عملناها هنا باي 4 4 هنا تحت هنسال نفسنا ال 3 بقت 12 عملنا لها باي 4 يا مستر. طب اعمل لي كده فوق كمان باي 4، يبقى 1 باي 4 بكام؟ ب 4. يبقى الاجابه 4 اوفر 12. دي مثلا 2. انت هنا بيقول لك كالرد كالرد رايت اند رايت، يعني هتكتب وتلون الايكويفالنت فراكشن. دي 1 اوفر 4 تبقى هنا كام يا مستر؟ 2. حلو. يبقى لازم نلون كام؟ نلون 2. دي كده واحدة، دي كده ايه؟ التانية. التانية. خلاص؟ هي كده ايه؟ لونها. هنا يا مصطفى عليك الدور 1 اوفر 3 تبقى كام؟ دايما بقى لما تيجي تختار راعي ان دي 1 2 3 4 5 6 اقصى حاجة ليك تحت تحطها كام؟ 6. 6 ما ينفعش تزود عن ال 6. في اولاد وبنات بيقعوا كتير في الغلطة.
هو حط هنا 6 كام؟ حط في الديمينيتور 6. نحط علي صوتك. حط في الديمينيتور. لا علي صوتك عشان يظهر. عشان الباقي يسمعك. 6. يعني في ناس بتسمعنا دلوقتي. حط كام تحت؟ 6. علي صوتك بقولك. 6. بالظبط. واعمل 1 تايمز 2. ايوه تديني هنا ايه؟ 2. اه يبقى نلون كام واحده؟ 2. مش ملاحظين ان احنا نلونهم دولت قد اللي فوق. شايفين؟ طيب عليك الدور 4 اوفر 8 تعتبر كام؟ 4 اوفر 8 ايكوال كام؟ 4 اوفر 8 يعتبر كام؟ بسرعة شد حنا 2 وتحته 4 صح؟ برافو عليك عملت ايه؟ عملنا ديفايد هي عملت ديفايد دلوقتي عملت فوق ديفايد للكام؟ لل 2 بحب اعمل ديفايد وتعملي مش كده حسب المسألة في مسائل تديك فرصة ومسائل ما تديكش طب ملاحظين هنا بقى نلون كام 2 هنلون 2 كده ممكن نلونهم من هنا وممكن نلونهم من الناحية التانية عشان تبين الايه؟ ان هي زيها بالظبط ناخد لون جرين زي اللي هي وعاملها لي كده عايز لمبه خلاص اتفقنا زيها صح ولا لا اهم حاجه لما نيجي نكتب في الجينومينيتور نشوف عدد البارت اللي هنا هنا 4 فما ينفعش نحط تحت 5 او 6 او 7 اقصى حاجه هتحطها كام هتحطها 4 على حسب اه على عدد البارت دي هنا حطينا 6 ليه لان عدد البارت هنا كام 6 هنا حطينا 8 لان عدد البارت دي كلها كام 8 هنا حطينا 8 تحت لان عدد البارتس اللي هنا ايه؟ 8 اما هنا حطينا ليه ايه 4؟ لان عدد البارتس هنا كلها كام؟ 4 هنا حطينا 5 لان ايه؟ عدد البارت 5 هنا حطينا 10 تحت ومن كده نقدر نطلع النتائج بتاعتنا بكل سهوله تمام؟ اوكي دلوقتي سيركل ذا ايكويفالنت فراكشن سيركل على الايه؟ الايكويفالنت فراكشن هنا في مين زيها؟ هنا دي في مين زيها نركز مع بعض كده دلوقتي بقى يا اولاد بيكلمني عن حاجه هاو كان يو موديل او امتى تعمل موديل للسيم فراكشن ازاي تعمل موديل كده للسيم فراكشن زي بعض هو 1 اوفر 5 دي عباره عن هي نفسها عباره عن 1 اوفر 10 اند 1 اوفر 10 ليه مش احنا قلنا ان ال 1 اوفر 5 دي هي نفسها 2 اوفر 10 صح يبقى ال 2 اوفر 10 دي عباره عن ايه؟ لما نيجي نوزعها مش اكنها 1 اوفر 10 وكمان 1 اوفر 10؟ ولما نيجي نضيف دولت نجمعهم مع بعض مش يجي لي 2 اوفر 10؟ عرفنا ازاي كده؟ اما هنا 1 اوفر 4 و 1 اوفر 4 1 اوفر 4 هيجيني كام؟ 3 اوفر ايه؟ 4 بنخلي نثبت ال 4 ونجمع كل النمرات. طيب هنا عايزين دي الايكويفالنت بتاعتها اللي هي كام؟ 9 اوفر 12 يبقى لما نعمل تايمز فوق وتحت لل 3 هتديني 9 اوفر كام؟ 12 9 اوفر 12 يعني كل واحده من دي مستر ال 1 ده مستر هنعملهم اه تبقى 1 اوفر 12 هنعملهم ايه؟ نعدهم كده بقى كده كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كلهم كام ادوني 9 اوفر 12 طب دي 1 اوفر 3 و 1 اوفر 3 هتديني 2 اوفر كام؟ 3 خلاص؟ تديني هنا ايه؟ اقفلوا الكتاب خليكم بقى بصوا هنا لان ده نفس اللي في الكتاب هنا 1 اوفر 3 1 اوفر 3 يديني كام؟ 2 اوفر 3 لو عملنا تايمز لل 2 فوق وتحت في ال 2 هتديني ايه؟ باي 2 تديني 2 باي 2 4 و 3 باي 2 تديني 6 صح؟ يس طب هنا بقى ال 4 اوفر 6 يعني في 4 من ال 1 اوفر 6 فاكرين ان احنا كنا قلنا اليونت فراكشن اللي هي بيبدا دايما ب 1 فوق هو ده اليونت فراكشن يبقى هنا 1 اوفر 6 كمان 1 اوفر 6 1 اوفر 6 1 اوفر 6 مجموعهم كام 4 اوفر 6 خلاص اتفقنا نيجي هنا بقى للاكزامبل ده مين اللي هيحل انا يلا عمر اللي عليه الدور عمر. هنا يا عمر خلاص سيبك من اللي فوق بقى احنا دلوقتي اكزامبل ده استخدم الفراكشنز وول وكمبليت ذا ايكويفالنت فراكشن هتبقى كام؟ اه صح وانت يا مصطفى 3 اوفر 4 تبقى كام؟
مستر دي هتبقى 6. دي هتبقى 6. برافو عليك. انا عملتها يا ريت تعلوا صوتكم. 1 اوفر 5 تبقى كام؟ اوفر 10. انا عملت بوي. 1 اوفر 5 تبقى كام؟ اوفر 10. انا عملت بوي. انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ 1 اوفر 5 تبقى كام؟ اوفر 10. 2 باي كام؟ انت 6. 2. برافو عليك. نخش في السؤال اللي بعده. هنحل برضو مع بعض. هنا 3. هنا دي تبقى كام يا عمر؟ 3. سهلة قوي ده، بعد اللي فوق تبقى كام هنا؟ 3. عملنا ليه؟ عرفتها منين يا عمر؟ عشان قلت 4. لان 4 تايمز 3 بتجيلي 12 صح؟ عملت 1 باي 3 زي ما عملنا تحت باي 3 فادتني 12. بنعمل فوق في النيميريتور باي 3 برضه هيجيني 3. مصطفى عليك الدور. 2 اوفر 5 كام اوفر 10؟ مستر هنعمل 2 تايمز 2 هتدينا 4. برافو عليك. ليه عملت تايمز 2؟ لان تحت معمول تايمز. جنى 2 اوفر 3 كام اوفر 9؟ فور. ليه فور؟ نعمل باي في ايه؟ باي 2. ليه باي 2؟ خلاص. ليه باي 2؟ ممكن انت عملتي تحت باي 2 عشان تعملي فوق باي 2؟ تحت عملتي كام؟ باي كام عشان تديكي 9؟ 3 باي كام تديكي 9؟ 3 باي 2 يديكي 9؟ 3 باي 3. يبقى فوق نعمل باي ايه؟ 2 باي 3 بقى بكام؟ 6. نكتب كده ايه بقى المفروض؟ 6. طيب عمر 6 اوفر 8 يديني كام؟ 2. 2؟ ليه؟ ما عشان لو قلنا غلط. انت تحت عملت ايه؟ عملت ديفايد لل 2 عشان تديني 4 صح؟ يبقى فوق تعمل ديفايد لايه؟ لل 2. 6 ديفايد لل 2 بكام يا عمر؟ 6 ديفايد لل 2 ادينا 3. يبقى نكتب هنا ايه؟ 3. ولو جبتها من الناحيه الثانيه، لو عملت بقى من الناحيه الثانيه 4 تايمز 2 ادتني 8، يبقى فين الرقم اللي نعمل له تايمز لل 2 يديني 6 اللي هو 3 صح؟ يبقى ممكن تجيبها من الناحيه دي او تجيبها منين؟ من الناحيه دي. هنا بيديني مثال بيقول لك استخدم الفراكشن وول ورايت فراكشن مور ان ايكويفالنت، يعني اختار اكتر من ايكويفالنت. طب ال 1 اوفر 3 دي نديها واحده ايكويفالنت يبقى كام؟ بس انا مستر عرفتها. مين اللي عليه الدور؟ انا مستر. جاوب. هعمل 2 اوفر 6. برافو عليك. اختاري لي واحده ثانيه يا جنى غير ال 2 اوفر 6. تبقى كام؟ اديني حاجة تانية غير 2 اوفر 6. تبقى ايكويفالنت برضه لل 1 اوفر 3. اديني رقم تاني غير ده. هو هنا عمل تايمز فوق وتحت في ال 2 اداتني 2 اوفر 6. 12. 12 اوفر كام؟ مش مركزة. ده كله بابا يشوف. مركز؟ احنا عملنا هنا عمل تايمز فوق لل 2 وتحت فادتني 2 اوفر 6. اختار رقم ثاني غير ال 2 واعمل فوق وتحت. في مشكلة؟ اختار لك أي رقم وحل يلا. سري. اوفر كام؟ مش عملتي فوق تايمز ال 3؟ هتعملي تحت تايمز ال 3، ايه المشكلة؟ في مشكلة؟ تبقى كام؟ 3 تايمز 3 بكام؟ كام؟ 3 تايمز 3 بكام؟ 3 باي 3 بكام؟ 3 9. يبقى نكتب ايه؟ نركز شوية.
1 اوفر 4 يا عمر تبقى كام؟ تبقى 4. نعمل ايه فوق؟ نعمل كده نحط لي رقم فوق ورقم تحت بحيث يبقى ايكويفالنت. تساوي؟ نحط ايه يا عمر؟ 1 اوفر 4 تبقى كام؟ ايه الايكويفالنت ليها؟ اعمل باي في اي حاجه او ديفايد لاي حاجه. ممكن لو قلنا هي 4 نعمل ايه؟ 2 باي 4 فين ال 2؟ هي هنا مكتوب 1 وهنا 4. فين الرقم اللي تعمل له باي فوق وتحت؟ اختار رقم. ما عندكش ارقام في الحياه؟ ما فيش رقم. 4 باي 4 هيديني 1. 4 باي 4 تديك 1؟ ديفايد. فين دي تعمل ديفايد؟ هنعمل ماينس ولا ماينس؟ بعد اللي احنا شرحناه ده كله جاي تعمل ماينس؟ لا فهمت. هنعمل طيب. قول لي يا مصطفى شوف زميلك شوف زميلك شوف زميلك. سوري يعني انت مش عارف تحل خلاص خلي زميلك ياخد فرصته. بس انا بس هنعمل 1 تايمز 5 ماشي تبقى فوق كام؟ 5 وتحت وهنعمل 4 تايمز 5 هت ايكوال 20. يبقى دي ايكوال ليها. اختار لي رقم تاني يا مصطفى. حد يختار رقم تاني؟ في حد غير ال 5 في رقم تاني؟ قولي يا جنى. انا بصرف كتير. ثواني قولي يا جنى اختاري رقم غير ال 5. 4 يبقى في فوق كام؟ 4 وتحت يبقى كام؟ 4 تايمز 4 بقى بكام؟ 1. 4 تايمز 4 باي 16. 2 اوفر 3 يا عمر تبقى كام؟ 2 اوفر 3 هيدينا 6. لا نعمل ايه؟ تختار ايه؟ اوفر. اوفر يعني ديفايد. احنا بنتكلم دي 2 اوفر 3 عايزين حاجه ايكويفالنت ليها. اختار رقم تاني. لا ممكن نقول 3 باي 7. فين 7؟ انت بتجيب حاجات مالهاش دعوه اصلا بالمساله. ثواني ثواني 2 تايمز كام؟ اختار رقم تعمل له تضربه فوق وتحت تعمل له باي فوق وتحت تعمل له تايمز فوق وتحت. ايه الصعوبه فيها دي؟ 2 تايمز كام؟ يدينا. اختار قبل ما يديك اختار الرقم اللي هيديك. يديك ايه؟ اختار الرقم الاول. تحب تعمل ال 2 دي في كام؟ 3. ماشي 2 تايمز 3 بكام؟ 2 تايمز 3 ب 6. نكتب 6 وهنا تحط تحت ايه؟ 2. مش احنا قلنا اللي نعمله فوق نعمله تحت؟ كم مرة أقول؟ أنتوا محتاجين تتفرجوا على الفيديو ده بالطريقة دي 10,000 مرة. هنا 2 تايمز 3 اداني 6. تحت 3 تايمز 3 بكام؟ 3 تايمز 3 ب 9. بعد كده هنقول ايكوال. اديني رقم تاني يا جنى. هو مرة عمل تايمز 3 فوق وتحت اداني ده. اختار رقم تاني. 2 يبقى 2 تايمز 2 بكام؟ 2 تايمز 2 4. وتحت 3 تايمز 2 بكام؟ 3 تايمز 6. خلاص اتفقنا؟ نيجي بعد كده ديت هتعملوها لي هوم ورك. دي هتعملها لي هوم ورك. صفحة كام؟ ديت عندكم في صفحة رقم 139. هتعملها لي هوم ورك الصفحة الجزء ده تعمله لي هوم ورك. تتدربوا عليه وتتفرجوا على الفيديو قبل ما تحلوا اللي ايه الاجوبه. دلوقتي هنروح لبيج نمبر 148. ده هوم ورك الصفحه دي. دي كده هوم ورك بنقول كلها مالتي تشويس بتيجي في الامتحان. وهنروح لحاجه جديده برضو هناخدها مع بعض دلوقتي ان هي كوميونيتي نمبر 12 في الكتاب الثاني ليسون 5. برضو دي كمان ايه؟ هوم ورك. وبكده حبايبي نكون خلصنا ليسون 5 من يونت 9. فاضل لنا ليسون 6 وليسون كام؟ 7. اتمنى لكم النجاح والتوفيق والتفوق باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.